جديد رياضه اون لايف، اهلا بكم. يواجه الاهلي فريق اياكس امستردام الهولندي مساء اليوم على ملعبها الزع بن زايد بالامارات في الحدث الرئيس الخاص بمهرجان اعتزال قائده حسام غالي. خاض الاهلي مرانا خفيفا مساء امس عقب وصول البعثه للامارات لتجنب تعرض اللاعبين للاجهاد، ويدير اللقاء طاقم تحكيم اماراتي، ويتجه الاهلي من الامارات مباشره عقب المباراه الى اوغندا استعدادا لمواجهه كامبالا سيتي في الجوله الثانيه لمجموعه دوري ابطال افريقيا يوم الثلاثاء المقبل. قال حسام غالي قائد الاهلي انه سيلعب بمنتهى الجديه امام اياكس الهولندي، رغم ان اللقاء يقام تكريما له بمناسبه اعتزاله لاعب كره القدم. كما وجه الكابيتان الشكر للنادي الهولندي على قبول دعوه المشاركه في لقاء اعتزاله، مؤكدا انه واجه الفريق اكثر من مره حين كان لاعبا في فاينورد. بشكر نادي اياكس على قبول الدعوه ويبقى طرف مباراه اعتزالي، اخر مباراه ليا. هي مش اول مباراه العب ضد اياكس، لعبت ضدهم كتير قبل كده. ماتشات فاينورد اياكس كانت دايما تبقى ماتشات ديربي زي اهلي وزمالك. شريف طبعا اكرامي كان موجود ومجرب وعارف الحته دي، فما يفتكروش انها تبقى ماتش سهل، يعني بقى ماتش صعب. لسه في لسه انا برضو بمثل فاينورد يعني، فهلعب بكل قوه ضد اياكس ان شاء الله. في ختام المسيره بحب اشكر زمايلي. ختام المسيره ده دايما بيتعبني. أضاف قائد الأهلي أنه تمنى الاحتراف منذ بدايته كلاعب كرة قدم في القلعة الحمراء، مبديا رضاه عن مسيرته مع كرة القدم. كان نفسي احترف وانا عيل صغير يعني 16-17 سنة، والحمد لله عملت كده وحققت مسيرة احترافية راضي عنها. لعبت في أندية كبيرة بره مصر، خدت بطولات مع الأهلي، حلمت ان انا امثل الأهلي والعب فريقه. الحمد لله قدرت اعمل كده وخدت بطولات مع النادي ووصلت لبقيت كابتن من كباتن النادي الاهلي، وده شرف كبير ليا. لعبت مع منتخب مصر واخدت بطولات. كان نفسي طبعا يعني العب في انديه كبيره بره في اوروبا يعني، لكن ما حالفنيش الحظ الحمد لله يعني. لكن كل حاجه الحمد لله انا راضي عنها وحققتها. أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري أن إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي الأخضر هو فقط صاحب القرار في بيع اللاعب محمد حمدي للنادي الأهلي أو التمسك به في الموسم المقبل. أوضح الخولي أن الأهلي لم يرسل عرضا رسميا لضم اللاعب حتى الآن، ولكن هناك مفاوضات غير رسمية دائرة حول ضمه في الوقت الحالي. تشير التقارير إلى أن الأهلي يبحث عن تدعيم جبهته اليسرى بضم اللاعب محمد حمدي في الموسم المقبل، لينضم إلى علي معلول وصبري رحيل في هذا المركز. إلى ذلك حسم محمد صلاح مستقبله مع ليفربول مطمئنا عشاق الريدز بأنه لن يذهب لأي مكان، في إشارة إلى عدم رحيله عن الأنفيلد خلال الميركاتو الصيفي المقبل. قال صلاح في الحفل السنوي لتوزيع الجوائز بليفربول الذي شهد تتويجه بجائزتي لاعب العام والأفضل أنه سعيد للغاية مع الريدز، معربا عن فخره بما قدمه وزملائه هذا الموسم لبطل أوروبا 5 مرات. كانت أنباء قد ترددت حول اقتراب ظاهرة البريمير ليج هذا العام من الانتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد هذا الصيف. تفاقمت أزمة طاقم تحكيم نهائي كأس مصر المقرر له الثلاثاء المقبل بين الزمالك وسموحة، وذلك بعدما كشف فرج عامر رئيس النادي السكندري في تصريحات خاصة لأون سبورت عن استقباله مكالمة تليفونية من الحكم إبراهيم نور الدين يطلب خلالها منه أن يوافق على تعيينه لإدارة اللقاء. قال فرج عامر بانفعال شديد أن ما يحدث يسيء للكرة المصرية، مؤكدا وجود تفاصيل أخرى لديه وصفها بالمخجلة لكنه لا يريد البوح بها.
كان فرج عامر قد أعلن موافقة اتحاد الكرة على تعيين طاقمية حكام أجنبي لمباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك، قبل أن يعين الاتحاد تعيين أو يعلن الاتحاد تعيين طاقم مصري، وهو الأمر الذي رفضه عامر وهدد بعدم خوض اللقاء أو على الأقل اللعب بالناشئين. بدوره كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن العقوبات التي تنتظر سموح حال انسحابه من خوض المباراة النهائية لكأس مصر أمام الزمالك. أوضح حسين أنه في حالة انسحاب سموحة فاللائحة تنص على توقيع غرامة مالية وحرمانه أو حرمان الفريق من المشاركة في كأس مصر لمدة موسم واحد. يأتي ذلك بعدما لوح فرج عامر رئيس نادي سموحة بالانسحاب من نهائي الكأس لرفض اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك. أما مرتضى منصور رئيس نادي زمالك فقد اعتبر أن ما قاله فرج عامر رئيس سموحة بشأن قيام الحكم إبراهيم نور الدين بالاتصال به للحصول على موافقته لإدارة نهائي الكأس قد وتر أجواء المباراة النهائية. وفي تصريحات لقناة أون سبورت قال مرتضى منصور إن ما صرح به رئيس سموحة أمر في منتهى الخطورة على حد تعبيره، رافضا في الوقت ذاته ما أشار له رئيس النادي السكندري بتعرض فريقه للظلم. يذكر أن فرج عامر أقسم بأن فريقه سيخسر نهائي الكأس أمام الزمالك لو كان الحكم مصريا. انتقد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لوادي دجلة فرج عامر رئيس نادي سموحة بعدما هاجم الأخير اتحاد الكرة لتعيينه طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي كأس مصر أمام الزمالك. كتب ميدو في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر أن فرج عامر اختلق مشكلة بلا داعي وصدر توترا للاعبيه بدون أي أسباب صدر هذا التوتر. وأضاف المدير الفني الأسبق للزمالك أن ما قام به رئيس سموحة لا يدلل على كونه رجلا مسؤولا في الدولة باعتباره رئيس لجنة الشباب والرياضة داخل البرلمان. أكد العالمي أن ما حدث يجب أن يكون أكبر دافع للاعبي الزمالك بأن يقاتلوا في كل ثانية في المباراة. ولتسليط الضوء على هذه الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن طاقم تحكيم مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وسموحة، ينضم إلينا عبر الهاتف الحكم الدولي المخضرم السابق الكابتن فهيم عمر. كابتن فهيم بعد التحية، هل بات التحكيم المصري مفتقدا لثقة الأندية المصرية إلى هذه الدرجة التي يهدد فيها رئيس سموحة بعدم خوض نهائي الكأس أمام الزمالك إذا ما كان الحكم مصريا؟ اهلا بيك يا استاذه واهلا بكل مشاهدينك. التصريحات دي امر خطير جدا، امر في منتهى الخطوره وفي منتهى قوه الاتهامات، ولابد من تحقيق قوي جدا وشامل جدا، لان هذا الكلام لابد ان يحصل فيه تحقيق على اعلى مستوى، لان هذا بيهد التحكيم المصري. اتهام حكم انه اتصل برئيس نادي، ده اتهام خطير خطير جدا جدا جدا، يهدد مسابقه الدوري العام ومسابقه كاس مصر، واتهام للحكام المصريين. الامر لابد ويكون في تحقيق قوي جدا وعلى اعلى مستوى، لان ده اتهام خطير، واتهام جاي من رئيس نادي مسؤول سياسي مسؤول في البلد، بغض النظر عن كونه رئيسا لنادي سموحه، ده كلام خطير جدا لابد ان يحصل فيه تحقيق. الحكام المصريين اللي هم اشرف حكام، الحكام المصريين على درجه عاليه جدا من المستوى الفني، الموسم السنه دي من افضل مواسم التحكيم، لكن الاتهام اللي حصل ده بالظبط بيقلب الترابيزه، لابد ان
حتى لو ان كان سموحه ينسحب للدوري ده 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 اللي اتقال ده شيء خطير، لازم الناس تتحاسب عليه. ما ينفعش في جماهير وفي مسؤولين بينافسوا الفرق ديت، وده امر خطير ان حكم يتصل. ابراهيم نور الدين لازم يطلع يتكلم، رئيس مجلس الحكام لازم يطلع يتكلم، كابتن عصام عبد الفتاح لازم يطلع يتكلم، الاستاذ فرج لازم، كل المعني لهذا الموضوع يتحول للتحقيق ايا كان اسمه مين، لان ده بيهد الرياضه، بيهد كره القدم في مصر. موضوع خطير جدا، مش موضوع سهل ان حد يقول الكلام دوت، ده مش موضوع سهل عشان خاطر مباراه نهائي كاس مصر، كل الفرق بتصعد للمباريات النهائيه وبتصعد بحكام مصريين. انا شايف ان الموضوع دوت لابد ان يحصل فيه تحقيق، حتى وان المباراه ما اتلعبتش. في عندنا شيء اهم من مباراه نهائي كاس مصر، في اتهام للحكام، في اتهام لرئيس لجنه الحكام، في اتهام لاتحاد الكوره. لازم هيكون في حد صح وفي حد خطا، فالخطا لازم يتعاقب، لا اما كده الموضوع هيبقى صعب في الوقت اللي احنا بنطلب فيه عوده الجماهير وعودة جماهير للملاعب. لا ده كده إذن الكلام. نعم، اذا كابتن بعد كل هذه الضغوطات، هل برأيك سيتحمل حكم مصري ايا ما كان مسؤولية ادارة هذا اللقاء؟ طبعا ما ينفعش ان حكم مصري بعد كل الهيصة اللي اتعملت دي ان يدير المباراة حكم مصري. يا استاذة لابد ان يكون في تحقيق، ولابد ان يطلع قرار من اول الموسم، هل في مباريات هتجيب فيها حكام اجانب ولا لا؟ لو هتجيب مباراه فيها حكام اجانب يبقى كل مباريات الدوري تجيب فيها حكام اجانب ونقعد حكام مصر في البيت. ما ينفعش الحكام يشيلوا التصريحات ديت وتصريحات مسؤولين بتثير الجماهير وبتثير الراي العام. انا مش فاهم بصراحه التصريح ده، تصريح خطير وقوي جدا، انا مستاء منه جدا من امبارح، واعتقد كل من له صله بالتحكيم مستاء منه، على ابراهيم نور الدين انه يطلع يتكلم، على الكابتن عصام انه يطلع يتكلم. اشمعنى احنا جبنا محمد الحنفي بعد مباراه الاهلي واستضافات كل الفضائيات؟ لا ده موضوع خطير جدا، لازم يكون في تحقيق، تحقيق على اعلى مستوى في البلد، لان ده بيهد الرياضه وبيهد كره القدم في مصر. اذا بالنسبه لموقف اتحاد الكره، في رايك هل سيتمسك اتحاد الكره ولجنه الحكام بموقفها من جنسيه حكم اللقاء، ام سيتم الرضوخ لرغبات سموحه والاتيان بحكم عربي حتى يتم حل الامر وعدم تفاقم الازمه اكثر من ذلك من وجهه نظرك؟ انا 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 من وجهه نظري ان انا اقابل الحكام المصريين على هذه المباراه، لو انا مسؤول في لجنه الحكام هجيب حكام اجانب، ده مش معناه ان الحكم المصري غيركم، لا الحكام المصريين اكفاء، وكلنا شايفين كل بطولات العالم واخرها الدور قبل النهائي في دوري اوروبا، شايفين الاخطاء الكارثيه اللي بتحصل في الدوري الاوروبي، وكل الفضائيات بتتفرج على كل مباريات انجلترا واسبانيا وبنشوف كل المباريات وبنشوف كميه الاخطاء الكارثيه للتحكيم الاوروبي، واخرها في نهائي الدور قبل النهائي بطوله اوروبا، كان ممكن فرق صعدت نهائي اوروبا كان ممكن ما تصعدش بسبب التحكيم. إذن ولكنها صعدت. نعم. لابد ان احنا ننهي بالحكام المصريين من هذا، بس قبل ما ننهي بالحكام المصريين من المباراه، اذا كانوا عايزين المباراه دي تتلعب لابد ان يكون في تحقيق قوي جدا 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 وعلى اعلى مستوى في البلد، لان ده بيهدد مستقبل كره القدم في مصر. نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا الحكم الدوري المخضرم السابق الكابتن فهيم عمر، شكرا جزيلا لك. أعلن عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي توقيع أحمد علاء مدافع داخلية لمدة 5 سنوات مع القلعة الحمراء. قال القيعي إن الصفقة تمت رسميا مشيدا بموقف مسؤولي داخلية. أكد القيعي أن التعاقد تم بناء على طلب حسام البدري مدرب الفريق تدعيم مركز قلب الدفاع. بعد إعلان مسؤولي الأهلي نجاحهم في ضم أحمد علاء شقيق محمود علاء مدافع الزمالك في صفقة تمتد ل5 سنوات مقبلة، زادت قائمة الثنائيات الأشقاء داخل القطبين ثنائية جديدة، فالجيل الحالي من اللاعبين بالأهلي والزمالك يضم وحده ثلاثة ثنائيات.
يصطدم الإسماعيلي بجاره وملاحقه المصري في مباراة مؤجلة بالدوري الممتاز 7 من مساء اليوم، وذلك ضمن الصراع على انتزاع المركز الثاني وتأهل لدوري أبطال إفريقيا في هذا الموسم أو الموسم المقبل. حسم الأهلي اللقب مبكرا وتأكد حصول الزمالك على المركز الرابع، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 67 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري ثالث الترتيب. تعد هذه المباراة هي الأخيرة للإسماعيلي في الدوري، لكن المصري سيخوض بعد هذه القمة مباراة أخرى مرتقبة مع الأهلي في ختام المسابقة، لكنها قد تكون تحصيل حاصل في صراع حسم الوصافة إذ لم يفز الفريق البورسعيدي الليلة على درويش. قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 5000 مشجع لنهائي الكأس. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تلقيه خطابا من جانب الأمن يفيد بحضور 10000 مشجع لنهائي الكأس، قبل أن يؤكد حسين أن الجهات الأمنية أخطرت الجبلية بحضور 5000 مشجع فقط لهذه المباراة. أضاف حسين أنه سيتم تخصيص 2000 دعوة للزمالك مثلها للفريق السكندري، بجانب 1000 دعوة لاتحاد الكرة وشركة الرعية.